السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، شخباركم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى الف خير ان شاء الله. اليوم بحول الله غنتقاسم معكم واحد الكيك البراوني المشهور المعروف عالميا، واللي كيجي لذيذ جدا واروع ما يكون. وصفات كثيره فيه، ولكن هذه الوصفه عندي معتمده، كتجي اروع ما يكون والذ ما يكون، كتجي هائله وزوينه، ما كتجيش كتقهم وكتجي معلكه وزوينه. ندوزو ان شاء الله للمقادير. دونك قبل ما نبداو هذا البغاوني نهضروا على المقادير. المقادير البغاوني هي اللي كتطلع البغاوني لذيذ وزوين في الذوق. دونك بالنسبه للزبده، الزبده كي خصها تكون حيوانيه، زبده ديال الاكل، داك ماشي البواط وماشي ماركارين. دونك هذه وحده. بالنسبه للشوكولا، الشوكولا تكون شوكولا دو كوفرتور ممتازه، شوكولا غيش، باش كيطلع لكم الذوق ديال الشوكولا في البغاوني، لان البغاوني هي الشكلاط. انا عندي هنايا كالبو ديال 75% بورسونتاج، اولا كتمشيو على الحلوه ديالكم، كيكون واحد البلاكيت ديال فيها 200 غرام، كتكون شوكولا غيش حتى هي، حتى هي ذوقها زوين، حتى هي فيها اما شوكولا اولي ولا شوكولا نوار اللي بغيتو. شنو عندي؟ عندي هنا السكر. السكر بالنسبه للسكر حنا مستعمله نص نص سكرو ونص سنيده. اللي ما توفرلوش سكرو يدير غير سنيده، له الاختيار، ولكن اللي بامكانه دي سكرو السكرو كيجي هائل مع شكلاط ورائع في البغوني. الكاكاو حتى هو ممتاز، هو الكالبو. وصافي هادشي اللي كاين، وندوزو المقادير بحول الله. بسم الله. بالنسبه للمقادير شنو عندي؟ عندي 200 غرام ديال الزبده، 200 غرام ديال الشوكولا، 200 غرام ديال سنيده فيها 100 غرام سنيده و100 غرام ديال السكر اشقر، فاني وحده، 4 البيضات، واحد 20 غرام ديال الكاكاو، الملح واحد اون بون بانسي، دونك تكون شويه الملح كثيره شويه زايده شويه على البانسي. عندي هنا واحد 110 غرام ديال الطحين ابيض، وعندي هنا واحد الخماره ديال 8 غرام وواحد 80 غرام ديال الكركاع كنكاسي. دونك هادشي اللي كنحتاجو في البغاوني. بسم الله. قبل ما نبداو شنو خصني؟ خصني نذوب هاد الزبده، 200 غرام ديال الزبده، نديرها في كاسرول، ندير واحد 200 غرام زبده ونحط عليها الشوكولا هكا، ونديرها دوب في عافيه مهيله، يعني نحس بداك الزبده دابت والشكلاط شي شويه دخلو بدا كيدوب، ونحيدها وديك الساعه نخلطها. دونك نرجعو ان شاء الله من بعد ما نذوبو الشوكولا ديالنا والزبده. الشكلاط ديالنا والزبده هو داب، شفتو؟ دونك ما تخليوش هذاك الزبده وداك الشيء تيبدا يغلى، عيد تحسو بديك الزبده شويه طرخات وصافي، الكاسرونه راه سخنات، راه داك الشكلاط اوتوماتيكمون مع الزبده سخونه راه كيدوب. دونك حركوها بحال هكا، تكملوا الذوبان ديال الشكلاط ديالكم، وكتحسوا ولا بغيون الشكلاط وداب مع داك الزبده. دونك هذا البراوني هذا اليوم ان شاء الله تحت طلب ديال واحد المتتبعه او المتتبع، ما عرفت شكون، المهم كيطلبها كيطلبوها باستمرار. دونك نتمنى الوصفه ديال اليوم تكون توصل ليهم يشوفوها بحول الله. صافي ندوزو ان شاء الله التخلاط. التخلاط ساهل وبسيط وابسط ما يكون. شنو نديرو؟ دونك ندوزو نديرو السكر 200 غرام اللي قلنا، بالنسبه ل 200 غرام راه الحلاوه كتجي هي هذيك، الا كان البورسونتاج ديال الشوكولا 75% دونك كيجي مستقل في الذوق، دونك ما كيجيش حلو بزاف، هو هذا كيجي، لان الا نقصتو السكر ولا نقصتو الزبده راه داك التعليكه اللي كتكون في غاوني راه ما تحصلوش عليها. دونك باش نكون وفيه معكم في هذه القضيه، ما تقولوش راه نقصوا شويه السكر، السكر كثير، اولا نقصوا شويه الزبده، الزبده كثيره، راه هما اللي كيطلعوا البراوني معلك. دونك الملحه، وعندي الشوكولا ديالي، مع الزبده 200 غرام في 200 غرام، اوكي.
دونك بالنسبة لهاد البراوني ما كنستعملو لا باتور لا والو. دونك هنا بعض البيضات نديرو بيضة ببيضة ندخلوها نزيدو الثانية سالينا التخلاط ديال البيض ها هو اندمج مع داك الشكلاط وكنحسو بديك السنيدة حتى هي دابت صافي. نبقى لينا دابا غير الطحين 110 غرام ديال الطحين الغربال ضروري مع خميرة 8 غرام شوية ديال الطحين هنهزو نديرو شوية في الكاكاع باش الكاكاع يتفرق ليا في الكيك. وعندي هنا 21 غرام ديال بودرة كاكاو هنا هو الشيف ديالنا صافي. بقى لينا دابا هي هداك الكاكا اللي درنا فيه شوية ديال الطحين. دونك دائما لي فخوي ساك ولا بيبي شوكولا كديو دائما شوية الطحين فيهم باش كيبقاو لينا في كل بلاصه ما كينزلوش لتحت في الكيك. هذا هو الاساس دونك كيتشتو لينا في الكيك صافي. دونك خلينا دابا 80 غرام ديال الكاع درناها. اللي بغى يضيف شويه لي بيبي شوكولا يزيد يشكلطها كما كيقولوا يزيد، ولكن كنظن راه كافيه. ديك الفران كيسخن فران عادي لا ديك الفران طول اللي يطيب فران الكاز راه كيعرف الفران كيفاش يطيب الكيك دونك ما يكونش فران نار شاعل. بالنسبه للفران طول ديك 170 درجة وصافي راه كيسخن. ودابا نحط الكيك ديالي. شتو الشوكولا راه كتجمد مع الزبده دونك حاولوا فرقوها في المول. المول تقريبا شي 24 كاريه دونك براوني كتجي في الكاري هائل حسن من الضايق شخصيا. واللي عنده عيد الضايق يدير الضايق ماشي مشكل. صافي غنحطها في المول صافي. حاول انكم تقادوها لان راه الشكلاط جامد مع البرد. للاشاره هنا بالنسبه للطياب ديالها نسيت ما قلت لكمش. دونك طياب البراوني ملي تدخلوها الطيب تقريبا كتاخذ بين 25 دقيقه حتى 20 25 حسب الفرن ديالكم. دونك الطياب ما تنشفوش البراوني ديالكم حتى يولي لكم من ناشف خطره حتى تحسوا بالكيك نشف راه كتيبسوا البراوني ديالكم. دونك البراوني قياس طيابو راه مهم جدا باش يجيكم معلك وطب ومعلك. هذا هو الاساس. البراوني من بعد ما طابت هي هادي شفتوا كيفاش كيجي العلو ديالها كيجي مويان معتدل. دونك شنو كنديروا هنا دونك لكم الاختيار تخليوها بحال هكا مزيان بغيتو تزيزو عليها وديروا شويه الشكلاط مع شويه الزبده ولا شويه الزيت صافي وتحركوه مزيان حتى كيولي بريون وتخطو عشوائي بحال هكا. دهنت الوجه ديال البراوني دونك معي برد شي شويه الشكلاط يشد ونشاركتو شويه هكا نوجو شويه بالفرشات وان شاء الله نتلاقاو من بعد ما نقطعوها ونشوفوها كي جات. البراوني اليوم كانت هي هادي. كاين انواع كثيره وكثيره ديال البراوني ايه هي باش تجيكم شويه خفيفه الا بغيتو اللي ما كيعجبوش الشكلاط تجي ديك تعليك بزاف ديال الشكلاط وتجي بحال كتاكلي الشكلاط ترانسفورمي ما كنديروش فيها الخماره. دونك الخماره كتخلي لنا شويه هاد البراوني تجي شويه مهبره تجي شويه عاليه وخفيفه شويه بالشوكولا. هذا هو الاختلاف. دونك نتمنى الوصفه اليوم تكون نالت اعجابكم. ان شاء الله ندير لكم وصفات اخرى. كاين معود ما ديروا الطحين كامل كنديروا شويه دا بودغ داموند مع هذا مع الطحين دونك كاينين بزاف. وهذه كانت من بين الوصفات اللي كنديرها في داري وكتعجبني
وكتجيني زوينه معلكه، ومي كتبرد خصوصا كتكون بارده كتجبدوها معلكه بحال شي مسيكه، لان داك الشوكولاته والزبده كيبردوا كيجيو هائلين. دونك قبل ما نسد الفيديو نشوفوا القوام ديالها كيفاش كيجي، شوفوا كيفاش كتجي العلو ديالها. ولا بغيتوها عالي رق من هكا في العلو، ديروها في شي مول كبر من هكا اللي درت انا، هذا هو اللي كاين. دونك هانتوما كتشوف مازال ما بردات، دونك هانتوما وكاك معلكه غزاله، قوامها كيجي غزال. ونتمنى الفيديو اليوم كان يكون نال الرضا ديالكم وعجبكم، والى وصفه قادمه بحول الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.